افتحوا كتاب النشاط صفحة 36، هذا التمرين بعنوان وازن الميزان. تذكر، يتوازن الميزان فقط عندما تكون المجاميع على كل جانب متساوية. ملاحظة، استعمل خط الأعداد لتجد جملة عددية أخرى بحيث يتوازن الميزان. خط الأعداد المفروض يبدأ من اليسار، دائماً الصفر تبدأ من هنا، لذلك أنبهكم أصدقائي بأن من المفروض أن يبدأ خط الأعداد من هنا من الجانب الأيسر. تم إعطاؤكم مثال الأول، هنا هذا الميزان متوازن، لماذا؟ نبحث عن الناتج 9، 6 زائد 3 يساوي 9، و7 زائد 2 يساوي 9. إذن فهو ميزان متوازن، والجملتان العدديتان متساويتان. لنلاحظ الميزان الثاني، 6 زائد 3 يساوي 9، أما 7 زائد 4 يساوي 11، إذن فهو ميزان غير متساوي. هذه الكفة 11 أثقل، ستنزل أكثر، لذلك لن يكون الميزان متوازنا. لنكمل بقية الموازين، في هذا الميزان مطلوب 10، 5 زائد 5 يساوي 10، إذن لابد أن نبحث عن جملة عددية أخرى تساوي 10، وحفظنا الجمل العددية والأزواج العددية من قبل. من نسي هذا نذكره بأن عليه أن يرسم خط الأعداد. إذا نريد 10، إذا لازم من 0 إلى 10، من ثم نوصل بين كل عددين ناتجهما 10، الأول مع الأخير، 0 مع 10، 1 مع 9، 2 مع 8، يكفينا هذا. إذا لا أريدكم أصدقائي بأن تختاروا دائما 0 زائد 10، لا، على الأقل ارجعوا أيضا مرة أخرى وخذوا 9 زائد 1. سنختار 9 زائد 1 يساوي 10. الميزان الثاني، 7 زائد 5 يساوي 12. إذن لابد أن أفكر في عقلي، لا داعي لأن أرسمه وأتخيل خط الأعداد في عقلي. إذن سأرسم خط الأعداد من 0 إلى 12، سأوصل 0 مع 12 و1 مع 11، إذن سأستخدم 11 زائد 1. هنا أيضا معي 8 زائد 0 يساوي 8، إذن ليتوازن الميزان ويتساوى لابد أن نبحث عن جملة عددية أخرى مجموعها 8، ماذا ستختاروا؟ نرسم خط الأعداد، لمن لا يتذكر يقول 0 مع 8، 1 مع 7، إذن سنختار 7 زائد 1 يساوي 8. الآن معنا الميزان الرابع، 10 زائد 7، 10 و7 سهل جدا، 17، إذن لابد أن نرسم خط الأعداد. خط الأعداد 17 من 0 إلى 17، سأوصل 0 مع 17، 1 مع 16، 2 مع 15، 3 مع 14، 4 مع 13، 5 مع 12، 6 مع 11، 7 مع 10، 8 مع 9، وسنختار كما قلت لكم الأقرب من الصفر، 1 مع 16. سنختار 16 زائد 1، هي الأسهل عليكم أصدقائي. الآن أطلب منكم إيقاف الفيديو هنا وإكمال بقية الموازين. ارسموا خط الأعداد في أذهانكم، تخيلوه ووصلوا بين الأعداد واختاروا الجملة العددية الأسهل لكم. الآن راجعوا إجاباتكم، هناك إجابات عديدة لأن لكل عدد أزواج عددية مختلفة،